الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الرابع والأربعون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب الحال هذا محل ومبحث عشر كي أفر يا أفرتنات أفرتني يا أفرات كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وحن رب الله وانا يا عشر كي أفر يا أفرتنات باب الحال باو منصوبات الأسماء من كسو جري أسماء الله نصبنا أيوه يا منصوبات كمفعول به من كسو بحنا يا مصدر ظرف زمان يا ظرف مكان حال حالكم مركب حوله التعريف لغة واصطلاحا واليه وهاك لو جرى وحل يا حال يا صاحب حال أحكام نوليها أمثلية إعرابك الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر حال وحال روح بني آدم كأوحو كدل سجيا خير يا شرب أو حديك أرتاه حال حسن حال وناكسن أيوه بالكو سجيا حالته حسن حال سيء حالته سيئة وقد يذكر او يؤنث وعشما يوليج لفظي حال مذكر واد كدي كرت مؤنث واد كدي كرت حال حسن يا حال حسنه الحال لغه ما عليه الانسان من خير او شر حال وحال روح بني ادم كو وحو كدل سغن او خير يا شر الحال لغه ما عليه الانسان من خير او شر استلاحنا كتابك إنه شيء تاو اللغة دي روح بني آدم كوحة وكسوين يا خير يا شر حال بالله الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر واستلاحا كتابك إنه شيء الحال حال ذي هو حال الاسم ومقع الاسم أدي لي الاسم أدي لي فعلي حرف بابا الحال حال ذي هو حال ذي الاسم ومقع المنصوب ولا كردي جاي اسم هذه الفعل يا حرف بابا المنصوب مركي لينا وحابه مرفوع يا مجرور المفسر عدينا لمن بهم وحقر سومي ومن الهيئات حالضة حالض واسم اسم هذه الفعل يا حرف بابا منصوب يا مرفوع يا مجرور بابا حالض وحي عديسا وحقر سوم وهيئات هيئات وحالات وكيفيات وقهب هل كان التمييز بيكو كرتين تمييز قنا وحو عضي وحقرسون الذات من الذوات حالاتنا وحي عضي سا وحقرسون هيئة هيئة وحالات أما كيفية أما قاب سيكالور دي بيرحا تمييز قو حو عضينا ذات ذات وحقرسون ذات ذات قصوة حالضنا كيفية هذه ذات ذبات ذات ذا كيفية كمل قاب كمل جاء زيد بالإيمد زيد كما عضينس راكبا حال يهمد وحصارا كيفية أكويمد كيفية المجيء قاب ذات ذي زيد معها قاب كي أكويمد قاب لكن تمييز محو عضين ذات ذا لفتين تسبب زيد باشمي شوين كيسا قرصونا زيد كلفتيس عرقا ديد بوشمي شوين كي عادي عما مالك التمييز قو ذات وعبد ذات حالة هي أقاب هي كيفية الحال حالة هو حالة الاسم ومقع المنصوب الله كردق هي المفسر عدين هي لمن بهم وحقرصون ومن الهيئات هي أين أما قاب أما حالة نحو قولك هذا الكاغي وحلم دوي جاء زيد زيد بايمن
راكبا حال يمد وحسارا هذا صفة كيفية مجيء زيد بالعدين قاب كي أكوين وركبت وحانف ولي الفرس فرسك مع ديس مؤامة مسرجا حال يمد لكوري ولقيت وحال لكل ما عبد الله راكبا حال يمد وحسارا وما أشبه ذلك وحاوحي شبه فير وحاوحي كرويدها حال هذا وحاكو قرصون سؤاله كيف كيف جاء زيد باي حماش كو قرصون مالك كيف جاء قاب كيكوين كيف سؤال وحاكو قرصون كيف قال العلماء ذو قار دي جنان حال هذا من باكو إضمارا من معنى حال جاء زيد باي راكبا حال ويها أي من راكب مذو حسان من باكو إضمارا وكو قرصون معناها راكبا من راكب حيدها عفوا لك عن كعل حال هذا وحاكو إضمارا في تمييز كان من جاء زيد باي راكبا حال أي في راكب مذو حسارا بكل حسو وكل حسو إنو حساري وراكبت الفراس مسرجا مد كوريسان حاله في السرج بكسوغي وكوريه بكد حسوغي تمييز كان نوع ما دون من كو إدمارت واشتريت 20 لواتا مانغة غلاما أدون من غلام بالده واي مركز سؤال باكو إدمارانو كيف جاء زيد باي زيد كيف جاء أبو الروح كوين سؤال ما يشكو قد سيكوين راكبا حال ويهمد وحسار وركبت وحان فولاتي الفرس فرسك مسرجا حال ويهمد لكوري ولقيت وحال كل ما عبد الله راكبا حال ويهمد وحسار وما أشبه ذلك وحاوحي شبه جاء زيد العراب كفير هذا جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل من العراب زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره راكبا حال من زيد زيد كالك حال راكبا حال من زيد راكبا حال من زيد منصوب وعلامة النصب ضمة ظاهرة في آخره راكبا حال من زيد راكبا حال من زيد منصوب وعلامة النصب فضعة ظاهرة في آخر فيرات جاء زيد زيد باي راكبا حال ويامد وحسارا بعده مرك وحاجر حال يا صاحب حال هذا راكبا وحال صاحب حال يا زيد صاحب حالك وامدك وحلق حالي فيرات وكحال هذا إسكاله جاء زيد باي راكبا حال يمد وحسار روح وحسار يا زيد كان صاحب حال با حال هذا كي اسكره ابو راكبا تضمن وحال مرك صاحب حال وحال نقض فاعل سيده جاء زيد راكب مفعول وراكبت الفرس مسرج مبتدا خبر جاري مجرور مضاف مضاف إليه نحو لمن جاء زيد زيد بن راكبا حال يمد وحسانا وركبت الفرس فرس كي مفولي مسرجا حال يمد لكوري وركبت الواو حرف عطف ركبت فعل وفاعل حد الفعل ركب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتعرف والتاء فاعل ركب مبني على الضم في محل رفع الفرس مفعول بهم الفرس مفعول به منصوب وعلامة النصب فضعة ظاهرة في آخره مسرجا حال من الفرس مفعول كالغا حالنا وحكورها اسكال وفرس كصبا مسرجا حال يهمل كوري وحكورها اسكال ياوا الفرس صاحب حالكم مركوا الفرس مسرجا هو حال مسرجا حال من الفرس فرس كحاله مسرجا حال من الفرس
منصوب وعلامة نسي فضحة ظاهرة في آخره. ولقيت حال كل من عبد الله راكبا طوال اسمه قتماش صاحب حال وفيرات. ولقيت عبد الله راكبا تفير أروحينه صاحب حال وفاعلك. ولقيت تاد ضميرك ولقيت وحال كل من تاد وفاعلك عبد الله راكبا حال أنا أنو ميد وحصار حقيقة حالس تاد وفاعلك لقيت تاد صاحب حالك دد بيرو وصاحب حالك وفاعلك وتاد تاد ضميرك فاعلك دنا وحيد أن ما صاحب حالك ومفعول به وعبد ذا عبد الله. ولقيت عبد الله مع لكل حال كونه عبد الله وهاه راكبا ويمد وحصار حقيقة حالي. ولقيت وحال كل عبد الله حال كونه عبد الله راكب ومد وحسار يا صاحب حال مفعول به عبد الله صوما او منهما لبدا ولا حالين كلام لبدا اسكو در مركا محدي. ولقيت وحال كل اني عبد الله حال كوننا راكبين لبدا نضم وحسارنا او منهما اساس كوض حال كوننا راكبين حال أن لبدا نضم راكبين كو وحسان ما قال مرقى مرقى صاحب حالك وحال نقضي الفاعل والمفعول معا او وذا جرى فتبسم ودول عدي نبي سليمان ضاحكا حال يهمد قسله يا صاحب حالك يا فتبسم ودول عدي نبي سليمان ضاحكا حال يهمد قسله صاحب حالك يا يا اوكي يا فتبسم ودول عدي نبي سليمان ضاحكا حال يهمد قسله او صاحب حالك ها هوي ها او صاحب حالك ضاحكا وحالة دي سوما أو ماشي لقى حالينا صاحب حال وروحة تلمانت إسكالة هاي طب سوى ضفع لك هاي يا اسكود عبد الله فاعلك محذوف كي هو ذا سوما نمعني ما وقت كان فتبسم ودول عدي هو سليمان صوما هو سليمان ضاحكا حال يهمد قص مرات وحان صومر بهند هند راكبات حال يتمد وحسار مرات وحان صومر عنو بهند هند راكبات حال يتمد وحسار هيا راكبة تنصح حالة دي ما أو صاحب حالك إن دي سوا إن الروح وحسارة وعيدة بهند راكبة ها طالت كحارس مرات بهند راكبة المدهي كراو ها marka taad ka xaalneysa ala iska hadla maratu waxaan soo maray bihin raakiban xaal ana mid wax saaran aniga magar ha raakibayn waa labado oo la isku qabta wa raakibtu al waaw xarf aad mi raakibtu fiin wa faa'il hadul fi'li raakib مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتعرف وتاء فاعل وركب مبني على الضمير في محل رفع الفراس مفعول به منصوب علامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره مسرج حال من الفرس فرس كحالة مسرجا حال من الفرس مسرجا حال من الفرس منصوب وعلامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره ولقيت عبد الله راكبا ولقيت الواو حرف عطف لقيت فعل وفاعل
حد الفعل لقي مبني على السكون لاتساري بضمير رفع المتحرك، وتاء فاعل لقي مبني على الضم في محل رفع، عبد مفعول به منصوب وعلامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره، عبد مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، راكبا مال كحاله، راكبا حال من الفاعل وتاضع، راكبا حال من المفعول وعبد ذا مذن كحاله، هذا أو منهما راكبين بعد راكبين مرقوا عادي، راكبا حال من الفاعل أنا وحسار، ولقيت عبد الله راكبا حال أنا مذ وحسار، مروا هذه راكبا حال من المفعول عبد الله، راكبا حال من الفاعل أما راكب أو أما سيراكبا حال من المفعول منصوب علامة النسيب فضحة ظاهرة في آخره، وما أشبه ذلك وحاوه الشبه آية، ولقيت وحال لكل ما عبد الله راكبا حال أنا همذ وحسارا أنا تاضت كحارس، ولقيت وحان لكل ما عبد الله راكبا حال يمد سارا عبد الله، ولقيت وحان لكل ما عبد الله راكبين حال أنا يكون وحسارا لبضان، وما أشبه ذلك وحاوحي شبه شروط الحال بلقي لهم، ولا يكون ما هذا حال ذو، ولا يكون الحال حال ذو ما آت إلا نكرة نكرة مبين، لكن أنا أذكر اسمي قال لك الحيوم كل اسم، والنكرة هي كل اسم شائع في جنس لا يختص به واحد دون آخر، رجل نن أرنو امرأة هوين هوين مسجد ما تو أشاد كن مسجد مساجد نين باكو يران سوي ما نحاجة مسجد كوك هذا مسجد بي مسجد هذا مسجد سلقر مسجد كي وكدا ومعرف، لكن مسجد مكوين مسجد وقت بك لو باقول نعنا سيبا نرى هيا قرمة وقت أمك أما مالين يوم بعيني بالله رأي سما ماركا ناكير ووحا لك الحين والروح قوين وشي ينكر، ولا يكون اسمي ولا يكون الحال ولا يكون حال ما أتى إلا نكرة نكرة موين إيضو معرفة هذه الأرض، فإن وجدت معرفة أولد من نكرة وحيدا فإن وجدت هذه الهرة هذه الهرة معرفة يضع معرفة أولد من نكرة نكرة لو أولي محاكم جاء الأمير جاء زيد بايم وحده كلي حال وياك وحده ومعرف وحده ومعرفة وأنا حالة سيليين وحده وذا ومعرفة ضمير به إضافة صمت وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة سمكرس أرى إلا معناه وحندورا إن نكرة وحده أي منفردا بعده وحده أي منفردا جاء الأمير أمير كيباي وحده كلي جاء الأمير مدحوين كيباي وحده أي منفردا حال ويا كلي واي جاء الأمير أمير كيباي وحده حال ويا كلي أي منفردا مرحبا جاء الأمير منفردا في وحده واحد واي جاء الأمير أمير كيباين وحده كلي حال ويا وحده ذي وحده بدا شيء منفردا كو وحاك الله أركا لي جاءوا الأول فالأول جاءوا ما درقي الأول فالأول يكوك له الرئيم الأول حال ويهي فالأول جاءوا ما دين الأول كي وري بايم الأول حال ويا كي وري فالأول كي كلي وري أي مترتبين مع الدهتار جاءوا ما دين الأول فالأول إن الأول بدي الوضع معرفة
mutaratibiina iyakoo kala horeeyo saf ku jiro nidaamsan habaysan walaa yakuunu xaaladii maahata ilaa nakirata nakira mooye walaa yakuunu maahado xaaladii ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamku markuu taam noqdo mooye tamaamulkalaam maxaa laga wada wujida ficlun wa faacilu ficlii faacilka in la helo qaama zaydun haddii qaamo basaadayso zayd xageed wax ka xaalaynba qaama wuu istaagayhaa ruuxu kula wariyaa istaag wariyaa istaag horta zayd waa in la helo marka waxaa leeyahay waxaa la rabaa walaa yakuunu ilaa bacda tamaami lkalaam hadalku inuu taam noqo tamaamulkalaamna waxaa laga wadaa wixii xidhiidhla inay meesha ku dhammaystirayn wujida ficlun wa faacilu wujida mubtadan wa khabaru ficlii faacilkii waa in lahay mubtadiya khabarkii waa in lahay mudaafi mudaafi ileyhi sifa iyo mawsuuf waxyaalaha aan kala maarmin waxyaalaha aan kala maarmina ka shay ilwaaxid hal shay oo kale ka dhigan aan kala maarmin waa inay meesha ku dhan yihiin jaa way yimaadeen jaa-u way yimaadeen alawala xaal falawala ay mutaratibiina baa lagu waawey mutaratibiina iyakoo kala horeeya walaa yakuunu xaaladu maahata ilaa nakirata nakira mooyen walaa yakuunu maahaada xaaladu maahaato ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka taam noqoshadiisa kadib mooyen oo ficlii faacilka in lahay mubtadiya khabarkii mudaafii mudaafi ileyhi sifiya mawsuufka walaa yakuunu saaxibuhaa saaxiibkeedu mahada ilaa macrifatan macrifa mooye saaxiibu xaalku waa inuu macrifa yahay walaa yakuunu saaxibuhaa mithaalka ugu horreeyay jaa-a zaydun zayd baa saaxiib xaalaha soo maa zayd soo macrifa ma yahay mise maaha macrifada noocee uu ka yahay calam zaydun wa maka waama matin mithaalka labaad warakibtu lfarasa musrajan yaa saaxibu xaala alfaras macrifo miyaa mise maaha muxuu ku macrifo ya ashha almuxalla bialway waad fiicanta walaqiitu cabdallah raakiban yaa saaxibu xaala cabdallah macrifo miyaa marka muxuu ku macrifo ya cabdallah ninkaa wuxuu yidhi wuxuu ku macrifoobay carab labaanu u kala qaadaynaa halkaas biqasti haddii loo qastay cabdallah waa calamo waa ismi caan ah hadduu qasadku ah cabda addoon ayaa la idaafeeyeyna waxay noqonaysaa wuxuu ku macrifoobay idaafada cabda oo addoon yacni haadaa cabdun lilaah waa addoon ilaah cabdun baa waxay ahayd ah nakiro walaa cabdu muuminu musawaqaadka nakirada markii laga hadlay walaa cabdu muuminu baa lasa walaqiitu taad ha waa taad iyadoo macrifa waa damiir ha iyadoo taa war male walaqiitu taada markaad ka xaalaynayso waa macrifa carafu lmacaarif bacda ismi illah waa damiir waa taadi waa damiir waa damiir mutakalimu fatabasama huwa baa la mid a damiirkaa laga xaalay jaa-ad waxaad hindun raakibad maratu bihindin hind a ismi calam walaqiitu waxaa la kulmay cabdallaahi raakiba saxu walaa yakuunu maahaada saaxibuhaa saaxiibkeedu ilaa macrifatan macrifa mooyan wax kale ma ahaado wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam waxkamillahi towfiq subxaanaka waxaan rabay inaa hal yar idin